السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة وعلى فين يا مصر. زي ما عودناكم كل يوم بيكون معانا ممثلين لطيارين مختلفين من الشارع المصري. معانا النهاردة أستاذ أنس توكل، عضو في جماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ومعانا على الجانب الآخر أستاذ عمر علاء، وهو مؤسس صفحة بالثورة هنثور. أهلا بيك معانا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. برحب بحضراتكم مرة تانية، برحب أستاذ أنس وبرحب أستاذ عمر. وخلونا نبدا حوارنا دايما زي ما تعودنا في برنامجنا، ان احنا بنبدا حوارنا بنشتقه من اسم البرنامج، على فين يا مصر من وجهه نظر انس توكل، عضو جماعه الاخوان المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا شايف يعني ان شاء الله ان المستقبل يعني في امل كبير قوي. الحمد لله بقى عندنا رئيس منتخب باراده شعبيه، وان شاء الله قريب في خلال شهور قليله هيبقى عندنا مجلس شعب منتخب يقدر يحط لنا حكومه، ونقدر ساعات بعديها بروسيسنج او يعني الشغل يشتغل. في مشاكل صغيره طبعا بتواجهنا طبيعي بعد الثوره، بعد يعني دلوقتي ما بقناش كتير من الثوره، ما بقناش كتير عندنا يعني حكومات احنا اللي انتخبناها، فطبيعي ان يبقى في ازمات بنمر بيها، وطبيعي ان هي تبقى ايه ازمه وبتيجي وبتتحل وبتظهر ازمه ثانيه وبنحلها، لغايه اما يعني نبتدي ان احنا يعني نتحسن اكتر. بالظبط كده. تمام. طيب استاذ عمرو علاء، شايف مصر رايحه على فين في الفتره اللي جايه؟ يعني هو يعني انا دايما بحب اتكلم بالتفاؤل والامل، فانا يعني هحاول اضم صوتي بس في حته التفاؤل، ان هو ان شاء الله كل خير، لكن يعني في عدم وجود الرئيس، يعني خليها يعني انا هقول الرئيس، مع اني يعني مع احترامي برضو الشديد ليه انا ما بعترفش بيه. دي وجهه نظرك. ما انا بقول انا بقول وجهه نظري يعني، بس هو يعني محمد مرسي مع وجود او وجود جماعته او وجود رئيس الفصيل بتاعه او ايا كان، يعني اصلا يعني هو مش الالقاب هي اللي هتعدل البلد، ومش الالقاب هي اللي ده رئيس البلد ولازم يتذكر. فانما الاحترام واجب، وانا قلت لحضرتك في الاول الرئيس ما قلناش حاجه، بس يعني يعني احنا كان نفسنا قبل ما نقعد نقول الرئيس او الدكتور ولا المهندس ولا ايا كان ايه الشهاده اللي حصل عليها، كان نفسي اقول يعني يعني الرئيس اللي بيحميني، الرئيس اللي مديني حقي. فانا شايف ان البلد ان شاء الله رايحه على كل خير، بس مش بال يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده، مش باللي ماسكينها دلوقتي. ليه حضرتك مش لامس ان في انجازات في الشارع بتتحقق؟ ولا لامس ولا في انجاز في ولا حتى يعني بالفعل بيبتدي بوادره بدات تبان في الشارع. ما فيش ولا انجاز. هو الانجاز الوحيد يعني يمكن الاستاذ قال في الاول، قال اول رئيس منتخب ملتحي. ده يعني هو رئيس منتخب ده مش أنا انجاز. انا ما قلتش، بعد اذنك، انا ما قلتش ملتحي، انا قلت منتخب. سمعتها منتخب ملتحي، سمعت الدم اهو. منتخب باراده شعبيه. ما هو باراده شعبيه، انا عايز اقول لك حاجه، اراده الشعب فعلا كانت يعني كانت حقيقيه كاراده شعب في الثوره، لما احنا الحمد لله نزلنا الثوريين، الناس اللي ملهاش اي طايفه تمشي وراها، لا هي بتحب البلد نازله تعمل ثوره، عملت ثوره. كلنا يعني كلنا ما نزلنا. مش بص يعني انا مش قصدي ان انا اضطهدك لنفسك، بس انا اصل يعني اصلا الاساس انا اللي نزلت الاول، وانت يعني انت لما جيت انا ما اعتبرتكش جماعه داخله عليا، انا ما قلتش جماعه جت لنا، الجماعه جت عندنا الميدان، ولا ما قلتش احنا معانا السلفيين ولا معانا الاخوان، احنا قلنا معانا ناس برضو بتحب البلد، ده ايام الثوره. لكن الواضح بعد كده ان انا بقينا بقى انتوا واحنا، هما بقوا بيعملوا الانقسام ده، وبقى في بقى احنا شايفين وعندنا مشاريع وانتوا مش شايفين، احنا عايزين نعمل وانتوا مش مدينا وقت. لا هو الموضوع ما بقاش انا وانت، المفروض ان انت تحب البلد زي ما انا بحب البلد. مش قصدي يعني ان انا ادافع عن نفسي، بس انا نزلت الحمد لله من يوم 25 وكملت بعدها، فانا زي حضرتك والاخوان زي اللي نزلوا في الثوره. ما انا قلت لحضرتك في شبابهم ايام الثوره نزلنا، انا معاك ايام الثوره نزلنا، وكنا احنا انا وانت واقفين ايد في ايد. بالظبط. بعد الثوره بقى ما حصلش، ويعني معلش انا مش 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 غرور او يعني او زياده ثقه يعني، بس احنا لا كنا احنا بالفعل كنا حميناكم كذا مره، وحميناكم في كذا في كذا ضرب، واحنا يمكن تصدينا للضرب اكتر منكم. احنا الاثنين حمينا بعض، احنا مصريين في الاخر يعني ايا كان ايا كان الوضع. بعيدا عن صور، انا يمكن كلامي يعني ما بعرفش، عشان هم انا كلامي بتعمل لهم حساسيه حد، لان انا صريح، انا صريح تماما يعني، انا جاي النهارده عايز اتكلم بصراحه يعني، لان زهقنا بقى من الكلام اللي هو كلام الاعلام ده، هي إيه عايزين مصر توصل بينا والمركب السفينه البر الامان، الكلام ده انا خلاص زهقت. اتفضل. يعني لا عايزين كلام صريح، يعني انت قول لي انت عملت، انا اقول لك انت عملت. لا انا بقول لك كلام صريح، انا بقول لك الكلام الصريح ان
الناس اللي هي ما تنتميش لاي طائفه ولا لاي جماعه ولا لاي حزب ولا لاي حاجه في الدنيا هي دي الناس اللي دعمت الثوره وهي دي الناس ده كلام صحيح. انا ده انا كنت هناك انا من مؤسسين يعني مؤسسين النزول يعني انا كنت من بدايه الناس اللي موجودين هناك فده اللي انا شفته ده لكن دي مزايده عموما لا دي مزايده بس انا كنت شايفني كده يمكن حضرتك بتنحاز للجانب الاخر انا ما بنحاسش ايا كان يعني بس انا شايف ان مصر ان شاء الله رايحه على كل خير الثوره قام بيها مصريين الله ينور عليك احنا يا ريت نقول مصريين صور ولا انبياء اي حد انبياء مصريين يا ريت هم يقتنعوا بده المصريين هم مين يا ريت هم يقتنعوا بده طيب استاذ انس حضرتك من مؤيدين الرئيس محمد مرسي وعضو في جماعه الاخوان المسلمين زي ما قال عمر ان هو مش لامس اي انجازات على ارض الواقع انت شايف من وجهه نظرك ايه انجازات الرئيس مرسي السياسيه اللي عملها في خلال فتره رئاسته تمام والله انا شايف يعني في مثلا حاجات ملموسه وحاجات مش ملموسه يعني حاجات محسوسه اللي هي تقدر تنجبل وايه خلينا في المحسوس الاول عشان يعني مثلا يمكن حضرتك مش حاسس بيها لكن اغلبيه الشعب المصري اكيد حاسس ان هو بقى يوصله رغيف العيش لغايه عنده بالسعر المدعم اللي هو بخمس قروش كويس صحيح في مشاكل كانت بتظهر عندنا وبتتحل وبعدين بترجع تاني وهتتحل ان شاء الله رجعت ازمه البوتاجاز اللي كانت عامله لنا مشكله كبيره والانبوبه بقت بكام؟ الانبوبه دلوقتي رجعت لسعرها الطبيعي ما بقيناش نشوف الطوابير والله يا فندم انا عايز اقول لك حاجه احنا لما نطلع الشارع اللي قدام الفلاتو ده اوقف لك راجل بتاع نبيب ماشي واسال لك الانبوبه بكام هو هيقول لك رغيف العيش يوصلني واكله في الضلمه طب وبعدين انا بس رغيف العيش يوصلني وما ببلعش بعدين بق ميه عشان ما فيش ميه انا بقول لحضرتك ان في ازمه بتظهر وبتنتهي لا هي قدام وازمه ثانيه بتظهر وهتنتهي ان شاء الله لا هي ممكن قدام قدام حاجه واحده بيحصل 30 ازمه لا ما اسمهاش كده ما اسمهاش ازمه عارف لو ازمه بتنتهي قدامها ازمه ما انا هفرح بدي فهنسى دي شويه انا من كتر الازمات او من كتر الحاجات اللي انا ممنوعه ان هي ممنوعه عني انا مش عارف احس بفرحه لا لا صدقني انا انت اكيد عايش هنا طب يا استاذ عمرو يمكن الاعلام كله ضد الرئيس مرسي استاذ عمرو انا بس انا والله اسال وراك ما انا بقول لحضرتك بنزين ما بتعرفش ازمه لو قلبتها جاز وسولار مش هتعرف برضه ازمه بتظهر وبتنتهي طب حضرتك هتشوفوا بينا اهو كام يوم وازمه البنزين هتنتهي تمام طب ليه ظهور الازمه اصلا؟ ليه ظهور الازمه؟ لان احنا طالعين من ثوره، حضرتك ما تتصورش بلد طالعه من ثوره نبقى عادي عايشين ومفيش اي مشاكل يعني معنى كده ان هي تطلع للاحسن، بلد طالعه من ثوره يعني رايحه للاحسن ثوره بلد طالعه من ثوره البلد بتاخد وقت عشان تستقر يا استاذ عمرو حضرتك اقرا كتب مين اللي حدد الوقت ده لمراجع كتير جدا هتلاقي دول كتير قامت بثورات وما فاقتش او قامت او انتعشت اقتصاديا اللي مين اللي انا بس حضرتك مين اللي بيحدد الفتره دي؟ يعني انا طلعت من الثوره قال لك البلد طالعه الفتره دي الشعب وتعاونه مع الرئيس الرئيس قال 100 يوم الرئيس قال 100 يوم اللي بتنتهي الحزب بتاعه الرئيس قال 100 يوم وهيحصل ايه؟ 100 يوم وهيبقى في خريطه هتمشي عليها مصر السنه اللي باقيه والسنين اللي باقيه الرئيس قال 100 يوم وفي خمس ازمات هتتحل كويس ايه هم؟ اللي هي العيش واللي هي الـ والمرور والقمامه بالظبط هم خمس حاجات تمام الحمد لله بعد 10 شهور مفيش حاجه غير العيش اللي حضرتك قلتها ويعني يا رب تكون متعالجه تماما لا والمرور انا عندي بجيب ايه انا شخصيا لما بنزل كل يوم الصبح بلاقي بتوع الزباله بينزلوا يعني في كل شارع بلاقي بتوع الزباله كان موجود قبل لكن بالليل بلاقي البلد اتبهدلت تاني فمحتاجين توعيه محتاجين يمكن انتشار اكتر النهارده عربيات الزباله التركيه وصلت ان شاء الله تبتدي تشتغل مش عارف النهارده ولا بكره قالت في الجورنال المرور يا فندم المرور اتحل انا شخصيا كواحد بيسوق لا المرور اتحسن شويه في شويه اماكن اتعمل عليها محاور يمكن حضرتك عشان بعيد ما يعني ما شفتهاش لا يا فندم ده الجيش اي طرق جديده بتتنفذ دلوقتي الجيش هو اللي بيعملها ايوه هو الجيش ده مش تحت اداره الرئيس لا دي منين يا ريس هو الجيش لما يحصل له حاجه وحشه ده الجيش ده هو الشيء اللي يعني الحمد لله يعني بقينا في الامل شويه ان هو بيحاول يعمل اي حاجه فرح الشعب الطريق الجديد اللي معمول مش كان وحش زمان وبقى دلوقتي كويس ده الجيش هو اللي حمل الثوره يا فندم الجيش هو اللي حمل الثوره بقول لحضرتك بس يعني ما كان اصل الثوريين كانوا بيقولوا الجيش وحش دلوقتي حلو لا احنا كنا عايزين نوصل الجيش مؤسسه وطنيه بتعمل تحت اداره الرئيس كويس تحت اداره الرئيس قدرت ان هي انا عارف ان الجيش ليها اداره خاصه مالهاش دعوه لا 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 طيب انا استاذ عمرو احنا هنطلع فاصل ده في السجن هنطلع بس فاصل هنطلع فاصل وهنرجع نستأنف حوارنا مع ضيوفنا الكرام الناس دي يعني بس يعني هي من الديكور كمان يا استاذ عمرو واضح يعني واضح يعني انتمائك او انتماء البرنامج يعني حضرتك ده ما يخصش حضرتك في حاجه انتمائي لايه بالظبط يخصني انا قاعد هنا انا قاعد محايد حضرتك انا ولا فتاه انا دخلت وقعدت معاك في وجهه نظر وباخد وجهه نظر حضرتك بس المفروض انك تبقى محايد بس انا كل طالب منك انك تبقى محايد انت والاستاذه
والاستاذ حضرتك وشك سمح بتاعت المشاكل ولا الكلام ده مش مشاكل ولا حاجه والله بصراحه الموضوع مش مستاهل عنصريه ولا انتماء لا لا انا هنا مذيعه والله مفيش اي مشاكل منين يا باشا بس وانتم شايفين مذيعه يا جماعه في وسط الدنيا بيعمل ده عمرو لو سمحت شايفينه يعني جاي مع الضيف جدا انت ليه حسيت ان مفيش حياديه وعمال بي ليه حسيت ان مفيش حياديه في الموضوع الحوار واضح يا جماعه لو مش عارفين اسالوا اي حد من بره يعني انا هتبلع عليكم يا جدعان ايوه انت ليه شايف ان الراجل نفسه بتسالوه هو واخد قدر اكتر مني غير طبعا ان اصلا المذيع جاي معاه وجاي مع رايه وانا ما عنديش مانع ان انت هو من الاخوان وصاحبك واحنا اصلا نتكلم على فكره ده اول مره اشوف ما تقلقش يعني انا والله بجد انا والله ما ادتلوش فلوس انا لو اعرفه اقول لك لو اعرفه اقول لك مش تفرق معايا بس انا بقول لك انا والله ما اعرفوش عمرو الدين يعني هو مش طب ممكن ثانيه واحده بس بعد اذنكم انا متاخر بص اصل انا متاخر وعندنا حركه والله هننزل الشارع كمان نص ساعه فانا فعلا انا هكلم الناس بس طب حضرتك ادام ملتزم بميعاد كمان نص ساعه انا معاك والله ثانيه تيجي البرنامج انا معاك انا بعتذر يا جماعه ثانيه استغفر الله العظيم شيفو بقول لك ايه تعالى خدني من المكان اللي انت نزلتني فيه الصبح لما جينا نبص احنا جاهزين يا استاذ رامي تعالى عشان نلحق بقى بقول لك ايه بتاع ده اهم اصلا فكك من انا اشرب ننجز يعني ماشي الشباب جاهزه واللي هو انا لسه دي فين الشباب جاهز حاضر كله جاهز خلي بالك من اختياراتك بعد كده بعد اذنك يعني يلا تعالى بسرعه سلام يا باشا يا ريت حبه حياديه كده و وبالراحه كل سالك مكانه راح عليا يعني انا ما انا عادي انت يعني انا مش عارف انت شايف ان انا بتامر عليك على فكره بطل والله انت بكره تعرف ان انا عايز انا بس مش اكتر انا بس متحمل شويه يلا يا جماعه عمله يرجع ايوه انا عايز ارجع بس يعني عايز اتكلم بقى ابتدي يبقى في محادثه بيني وبين الضيف يعني 5 4 3 2 1 مرة تانية بنرجع لحضراتكم وبنستأنف حوارنا مع ضيوفنا برحب بيهم مرة تانية برحب بأستاذ أنس توكل وبرحب بأستاذ عمرو علاء. أستاذ أنس كتيار موالي للرئيس محمد مرسي إيه أكتر قرار خده الرئيس محمد مرسي وأنت كنت راضي عنه جدا؟ وإيه أكتر قرار خده الرئيس محمد مرسي وما كنتش راضي عنه تماما؟ تالي هو أكتر قرار كل الناس يعني يمكن ما كانش في حد إلا ومشجع للقرار ده ومبسوط بيه كان قرار بتاع يعني بتاع المشير حسين طنطاوي نعم. ساعتها كل الشعب حتى في ناس نزلت في ناس هيصت حتى يمكن انا وحضرتك كنا احنا الاثنين مبسوطين بالقرار ده يعني كان عليه اجماع بس ساعه بقى مصطفى محمود وساعه الضرب انتوا اللي جريتوا لا احنا بس بنتكلم في الموضوع ده الحاجات ما انا ما قصيت بتقول لي نزلنا انا يعني بص اصل ان انت تنزل علشان انت عايز تقول راي ده حاجه وان انت تنزل معايا عشان تشوف بيحصل ايه وتشوف هتختار ايه ده حاجه تانية احنا بس هنتكلم في حاجه ونوصل محمد محمود دي اكتر حاجه عجبت حضرتك كتيار موالي للرئيس مرسي طيب اكتر قرار خده الرئيس في الفتره الاخيره وازعج حضرتك والله كانت اكتر حاجه مزعجاني يمكن مش قرار بس هي مرحله كانت مرحله الانقسام السياسي يعني كان في وقت كده كان في انقسام سياسي بشكل يعني ايه الواحد كان خايف على البلد حتى كان ابتدى يبقى في مظاهرات هنا ومظاهرات هنا وفي مجموعه ما بتلتزمش بالسلميه نبتدي نلاقي تخريبات نبتدي نلاقي حاجات لكن ده اتحل دلوقتي ابتدى رئيس الحكومه الحمد لله جميع القوى السياسيه دلوقتي يعني انا شايف ان في احتضان لل بالظبط اتنقلنا لمرحله ثانيه اتنقلنا لمرحله يعني بقى الخطاب بقى موجه لكله بقى يعني بقى في استيعاب لكل المصريين يعني ما اعرفش حضرتك شفت التصريح ده انت عارف ان زمان كان الخطاب موجه لاهله وعشيرته بس لا كنت يعني فتره من يا ريت نسيبه يكمل بس انا والله بنمشي نقطه نقطه يا جماعه فتره من الخطابات كانت اهلي وعشيرتي لا كان في احنا مالناش فيه لا انا هقول لحضرتك حاجه في مجموعه من الناس كانت ابتدت ان هي تلتزم يعني تغير خطابها شويه كويس فحصلت شويه مشاكل ساعتها كان في غلطات من هنا وغلطات من هنا تمام. كويس انما دلوقتي اللي انا ملاحظه ان بقى في استيعاب لكل الناس كويس بس إيه عايزين نبتدي ظهور الاخطاء دي حضرتك تفسرها يعني سبب ظهور الاخطاء دي ان هو معلش يعني مع احترام يعني هو غير قادر ان هو يمسك رئاسه الجمهوريه ولا هو مره واحده لقى نفسه عليه مسؤوليه كبيره فمش عارف يعمل ايه ففي حاجات بتقع ما هو حضرتك رئيس ماسك يعني بلد 30 سنه
لا انا لسه طالب. البنيه التحتيه بتاعها يعني ده طالب. انا طالب طالب وبشتغل بشتغل مع البنيه التحتيه متهالكه يا فندم. لما يجي رئيس يمسكها في يوم وليله حضرتك يقدر يعمل اي حاجه. حضرتك في الف ب يعني بكلم حضرتك في الف مفيش اي فرصه نتكلم في الخطوات. لا 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 يعني انا عايز عايز انت وانت في الجامعه عليك مسؤوليات وامتحانات. انا بكلمك في رئيس جمهوريه. لا لا انا هقول لحضرتك مش عارف يعمل خطه. الظروف مش هتساعده يا فندم. تابعت سيره الظروف مش مساعده يا فندم. تابعت سيره اي حد زعيم عظيم كان حتى بيتكلم عن كده دكتور معتز عبد الفتاح كان بيقول لك ان هو بيتنقل من مرحله لمرحله. ساعات الواحد بيبقى عنده يعني وجهه نظر ما يعني ما بيبقاش يمكن بنيها على يعني بيبتدي يغير وجهه نظره لان هو الانسان يعني ايه بيشوف مشكله بيبتدي يشوف يحلها ازاي. طب الحل ده ما بينفعش بيغير الحل بتاعه. مفيش مراحل لان. علاج المشاكل وتطور الامور. انا مش بتكلم عن المراحل دي احنا دي لسه اصلا وصلنا لها. هو ده بقى اللي بيحصل. مشكله وانا عليك. لا لا, لا. هو ده بقى اللي بيحصل. لو حضرتك شفت مقال في مقال الدكتور معتز عبد الفتاح كان بيتكلم على الموضوع ده ان الرئيس مرسي كان بدا بمرحله في النص كان في مرحله ثانيه جميل جدا انتهى بمرحله ثانيه اللي هي بقت مرحله يعني ما اعرفش حضرتك شفت التصريح كان في تصريح امبارح او اول امبارح بيقول لك انا اسف للشعب المصري للمشكلات اللي عنده ويعني واشكرهم على ان هم مستحمين المشكلات دي. كل المصري كان كاتب حتى يعني يمكن في جورنال الاهرام امبارح انا يعني اشكر الشعب المصري كله من غير بقى لا مؤيدين ولا معارضين ولا كله. الموضوع طبعا بقى فيه يعني بقى الموضوع بيتثبت اكتر. لا والسيد الرئيس دايما بيتكلم باسم الشعب المصري. اللي كان بيكتب الخطابات ما كانش مركز ولا هو اللي لا لا انا بس بتكلم بس في الواقعه اللي حصلت تمام. فدلوقتي يعني ايه ابتدت الدنيا ان هي تتصلح ابتدينا كلنا نبقى لحمه واحده ومش عايزين نرجع تاني زي الاول. ده بعد 10 شهور داخلين على سنه. حضرتك تفسر بايه بقى حركه التمرد اللي موجوده دي هتواجهوها ازاي؟ لا يعني انا شايف ان هيحصل ان عدد كبير من الناس كويس نسبه من الشعب كويس هتنزل تقول رايها. ان شاء الله نامل ان هي تطالب سلميه وان شاء الله ده يؤدي لايه بقى؟ يؤدي لان جماعه الاخوان او الرئيس محمد نور دلوقتي ما فيش جماعه الاخوان لسه مجلس الشعب تبقى الحزب الحاكم دلوقتي الرئيس محمد مرسي يبتدي يفكر تاني ويمكن يراجع شويه من الحاجات ويصلح اخطائه وان شاء الله نتحسن. بالعكس يعني لو هي سلميه بالعكس دي حاجه انا شايفها كويسه ايجابيه بالعكس. لو هي خرجت عن اطار السلميه تبقى مشكله كبيره. خرجت عن اطار السلميه تبقى مشكله كبيره. مش بيمضي خلاص بين خلاص 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 بس انا استوكل شرفت وقتها.
انا على فكره فكرت ان هو احتمال يكون لعبه، بس لقيت ان الكاميرات اتشالت، يعني قلت حتى مش مصورين، مفيش تصوير. لا فيعني لا، قلت لا خلاص كده ايه، شربت المعلم. بس كنت واقف هنا بتترعش، يعني كنت خايف يعني. طلع البطاقه.